في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يهدف في أحد محاوره لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. تواصل الوزارة فعاليات مبادرة مأمور أقسام ومراكز الشرطة والتي تأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى توزيع بواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. يوم نزل شهر رمضان، كل سنة وانت طيب، لو احتاجت أي حاجة احنا معاك على طول. كل سنة وانت طيب، ربنا يودعك كل يوم بخير يا رب. احتاجت أي حاجة احنا دايما معاك. تسلم، الله يخليك. تفضل. يا رب اطولك عمره يا رب. ربنا يخليك، ربنا يخليك. احب اشكره واقول لك كل سنه طيب يا ريس، ربنا يخليك لينا يا رب. هو ده يبقى الشعب المصري للي ما يعرفه. شهدت المبادره توجه مأموري اقسام ومراكز الشرطه بمديريات الامن الى القرى والنجوع والاماكن الاكثر احتياجا بنطاق كل مديريه لتوزيع السلع الغذائيه ذات الجوده العاليه والتي اعدتها منظومه امال للمنتجات الغذائيه على المواطنين قاطني تلك المناطق الذين أشادوا بهذه المبادرة وبالدعم المتواصل لهم من قبل وزارة الداخلية. دايما مصر تمد الإيد وعمر يا مصر عمار. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى أسرتكم كلها. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يخلونا يا رب. ربنا يبارك فيكم. حضرتك محتاجه اي حاجه؟ ربنا يبارك فيكم. والله انا بشكر الريس انه واقف معانا، وربنا يكرمه ويزيده من نعيم الله. طول عمر الشعب ده ايد واحده والفربط واليوم الدين. متشكرين قوي ان هم فاكريننا وبنشكر الريس. شعب اصل معدن وتاريخ، طبعا هم المصري. محتاجه اي حاجه؟ ربنا يخليك يا رب. المبادره تاتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك كاحد الاسهامات الاجتماعيه الفاعله من وزاره الداخليه للتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناسبه وتلبيه جزء من احتياجاتهم. طول عمر الشعب ده ايد واحده والفربط واليوم الدين. كل سنة وانت طيب يا سيسي، خليك وطول عمرك وبارك فيك ويجعلك كل خطوة سلام. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار. تسلم السيسي. شعب مقدر قيمة بلده وشايل لها 100,000. شكرا على المجهود اللي بيعمله عشاننا، والله الحمد لله ربنا موجود وهو كل سنة وهو طيب ويعود عليه الأيام بخير يا رب. شعب أصل معدن وتاريخ، طبعا هم المصريين. كل سنة وأنتوا طيبين ورئيسنا بخير، ونقول له كل سنة وأنت طيب وتحيا مصر. أي أوامر مننا حاجة؟ لا الأمر واحد، تحت أمرك حاجة، تحت أمرك. روح أسترها معاك يا رب. كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت طيب. من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية تأتي هذه المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الوزارة لدعم المجتمع المصري بخاصة أفراده الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء عنهم. طبعاً هم المصري. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة طيبين وربنا يخلينا سيادة الرئيس. كل سنة وانت طيب يا ريس، كل سنة وانت طيب ونعاد عليك بخير.